إن ذكر الشهيد أرفع من أن ترفعوها بالصخرة الصماء، فأقيموا لهم تماثيل عز في قلوب ثورية الأهواء. اقتدوا واقتسوا بهم في المزايا، إنهم أهل قدوة واقتساء. وتحت شعار أبناء الجزائر الجديدة لا تنسوا الشهداء، تحيي وزارة المجاهدين وذوي الحقوق اليوم الوطني للشهيد الموافق للثامن عشر فبراير من كل سنة. وسوف تحتضن ولاية تمنراسة مراسم الاحتفالات الرسمية يوم الثامن عشر فبراير 2021. المجد والخلود لشهدائنا الأبرار. تحيا الجزائر.